السلام عليكم. ألقت حرب اليمنيين بظلالها على جميع اليمنيين. لم يعد هناك مواطن يمني لم يتأثر بهذه الحرب. الهجرة ونزوح إحدى أوجه هذه الأزمة وإحدى مظاهر محاولات البعض للنجاة من النار المشتعلة في عموم البلاد. بحسب تقارير منظمات دولية، فإن الحرب التي تدخل عامها الرابع تسببت في نزوح وهجرة أكثر من 3 مليون يمني. الهجرة خارج البلد أصبحت هاجسة معظم اليمنيين، لكن دون هذه الأمنية مخاطر كثيرة قد يصل بعضها إلى الموت، وقد تقل حد الاعتقال أو العلوق في مطارات العالم. ولما كانت معظم بلدان العالم مغلقة أمام حامل الجواز اليمني، فقد ضاعفت هذه المشكلة من مأساة اليمنيين وصعبت من حلمهم بوطن كريم وآمن. مشاهدينا الكرام، المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول إن لكل إنسان حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصا من الاضطهاد. إذن أين هي مسؤولية الأمم المتحدة والأنظمة الدولية في توفير حق اللجوء لليمنيين الذين اضطروا لمغادرة بلدهم جراء الحرب؟ وأين هي جهود الدبلوماسية اليمنية في تنسيق تسهيلات لليمنيين في بلدان اللجوء؟ وما هي المحاذير التي يجب مراعاتها قبل المغامرة في السفر للحصول على اللجوء؟ وأخيراً، كيف يمكن تسليط الضوء على معاناة اليمنيين ومنحهم حقوقهم الدولية أسوة بالشعوب الأخرى المضطهدة؟ إذا مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقة الليلة من المساء اليمني، ولكن قبل أن نبدأ ذلك دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. اليمنيون بين نار الحرب وأحلام اللجوء، مسلسل طويل ما بين العجز واجتراح المخاطر. قبل أشهر اعتقلت سلطات بنما 34 مواطنا يمنيا كانوا يبحثون عن موطن آمن، وبعد أيام من الاعتقال بذل السفير اليمني في كوبا محمد ناشر جهودا دبلوماسية لدى السلطات تكللت بالإفراج عنهم والسماح لهم بالوصول إلى دولة الإكوادور. الإكوادور إحدى الدول القليلة في العالم التي لا تشترط استخراج فيز لليمنيين، ما جعلها قبلة للكثيرين ممن بلغت قلوبهم الحناجر جراء ظروف الحرب في اليمن. تغريبة يمنية تمضي في رياح الشتات تبحث عن بقعة آمنة في هذه الأرض ولقمة كريمة ليس أكثر. على وقع الحرب في الداخل وانعدام فرص الحياة، يفكر معظم اليمنيين باللجوء كقارب نجاة لحياة كريمة، خصوصا بعد انحسار فرص انتهاء هذه الحرب المستمرة منذ 4 سنوات. وأمام هذه الأمال تشدد الدول التي تقبل اللاجئين إجراءاتها على اليمنيين، فيصبح وصول اليمني إلى أوروبا أو كندا أو حتى دول عربية كثيرة ضربا من المستحيل. وإذا غامر البعض فغالبا ما تكون المعاناة في انتظارهم. العالقون في المطارات العالمية أصبحت قصصهم منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والناس يستغيثون ولا مجيب. الدبلوماسية اليمنية تظهر إهمالاً لا حد له إزاء مثل هذه الحوادث، فبعض الأسر قضت أياماً طويلة في مطارات الترانزيت دون اهتمام من المسؤولين اليمنيين ذوي العلاقة. في الداخل يعيش اليمني القهر، وفي الخارج يعيش أكثر من 3 ملايين نازح معاناة عابرة للقارات. اختزال لمأساة اليمني عبر عنها باكرا شاعر اليمن المبصر عبد الله البرادوني عندما قال: فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري، يمنيون في المنفى ومنفيون في اليمني. إذا مشاهدينا الكرام، في بداية هذه الحلقة نستضيف اللاجئ في الإكوادور رضوان الحميدي عبر السكايب. مساء الخير أستاذ رضوان. أستاذ رضوان، مساء الخير أستاذ رضوان. مساء النور، أهلا بك أستاذ رضوان. بداية نود أن تحدثنا عن قصتك التي رافقتك خلال هجرتك ووصولا إلى الإكوادور. أم
يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أستاذ رضوان، لا أستطيع سماعك حتى الآن، إلى أن يعني يتم تضبيط مسألة الصوت أستاذ رضوان سأعود إليك. ينضم إلينا أيضا عبر سكايب ناصر البداي، مهاجر في الإكوادور. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء النور أستاذ آسيا. أهلا بك معنا أستاذ ناصر، ونود أن تحدثنا يعني عن أبرز ملامح المعاناة التي تصادف اليمنيين خلال السفر والهجرة. في الحقيقة شكرا لكم في قناة بيس على تسليطكم للضوء على مشاكل المهاجرين اليمنيين في كل أصقاع العالم. ونحن هنا في بصدد الحديث حول أبرز المشكلات التي يعاني منها المهاجرون اليمنيون في الإكوادور. طبعا تلخص معظم المشاكل ابتداء من المطارات التي يبدأ المسافر اليمني من الانطلاق فيها، وهي في العادة تكون من القاهرة أو من مطار الخرطوم أو من دول الخليج العربي أو ماليزيا. المشكلات التي تعترض المسافرين اليمنيين تتمثل في التعقيدات التي يواجهونها في مطارات الترانزيت. طبعا الخط الأكثر مرور لليمنيين فيه هو بيكون عن طريق تركيا، كولومبيا، بنما وصولا إلى الإكوادور. أبرز العقبات التي يواجهونها هو التعنت في تلك المطارات، وكان آخرها يعني بقاء عائلة يمنية في مطار أتاتورك لمدة 8 أيام، وهذه سيسلط الضوء الأخ رضوان كونها عائلتها التي عانت من هذا الموضوع. نعم. طبعا اليمنيين ولا يوجد عليهم اي مشكله، ولكن التعقيدات والارجاعات تكون اما في مطار اتاتورك او مطار كولومبيا او بنما. وتعرف ان تذاكر الطيران تكون في العاده مرتفعه جدا، ومتوسط تذاكر ما بين $1000 الى 2000 إلى 2500 دولار، ومن تم ارجاعه فلا يستطيع العوده مره اخرى، لانه لن يستطيع ان يتكفل بقيمه اخرى للوصول الى الاكوادور. اليمنيين يواجهون مشاكل بسبب او بدون سبب. يتم ارجاعهم بقدر ان الاكوادور تحتاج الى فيزا. في الوقت الذي الاكوادور مفتوح امام اليمنيين ويستقبلهم نعم، اذا يعني التعقيدات حسب ما فهمت منك من جاء الى الاكوادور ويرغب بالاقامه نعم، التعقيدات حسب ما فهمت منك هي تاتي من مطارات الترانزيت وليس من دولة الإكوادور نفسها. يعني لماذا تعقد المسألة مطارات الترانزيت وهي مجرد ترانزيت، يعني نقطة عبور لهذا اللاجئ إلى هذه الدولة؟ يا أستاذ آسيا، التعقيد يتم لليمنيين بسبب وبدون سبب. ما فيش أي مبرر قانوني يمنع المسافر، علما لأن المسافر وانا كنت واحدا منهم. قبل ان اقرا بالسفر عملت بعثت ايميل الى سفاره كولومبيا وطلبت منهم انه هل مسموح لي كمواطن يمني ان اقضي ترانزيت لمده 5 ساعات هناك، وهل احتاج الى فيزا عبور؟ فردوا لي بايميل رسمي انه ما فيش عندي اي مشكله. ايضا في مطار بنما، لكن التعقيدات تاتي في المطارات، يعني في مطار اتاتورك بالذات يعني اعادوا كثير من المسافرين. ايضا يتم التعنت، يعني في الاونه الاخيره يتم اخذ جواز اليمني في مطار القاهره على سبيل المثال. يعني انا كانت اسرتي جاءت في 2 مارس، تم اخذ جوازاتهم في مطار القاهره ولم تسلم لهم الجوازات الا في مطار كيتو. يعني حتى هذا اثار حفيظه مصلحه الجوازات في مطار كيتو، ومستغربين انه كيف بيتم اخذ الجواز، لماذا يعني في موظف جاء وصل الجوازات؟ ردوا عليهم قالوا احنا يمنيين، يعني اليمنيين والسوريين بيتعاملوا معهم بهذا الشكل، تعامل لا انساني وغير قانوني وغير. ايضا بعض المطارات، انا طبعا كان انا سافرت عن طريق الخرطوم في 2016، وكان هكذا مندوب الخطوط التركيه يقول بان اليمنيين غير مسموح لكم بالسفر، لازم تحصلوا على تاشيره او فيزا للاكوادور. واخر تقريبا في حدود ساعه، ومن ثم بعدين واصلنا مسيرتنا وسافرنا. نعم، إذا اسمح لي ناصر سأعود إليك لتعرف على بعض التفاصيل هذه المعاناة، ولكن بعد أن ينضم معنا السفير محمد ناشر سفير اليمن في كوبا عبر الهاتف من هافانا. مساء الخير أستاذ محمد.
سعادة السفير هل تسمعني؟ أسمعك، نعم أسمعك. نعم، إذا ربما ما نعيشه الآن سعادة السفير هي تعد التغريبة الثانية لليمنيين. كان لدول أمريكا الجنوبية نصيب من هذه التجربة المريرة، كيف تنظر أنت من موقعك كونك في السفارة لمسألة الهجرة واللجوء إلى دول أمريكا اللاتينية؟ أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة عبر الهاتف من كوبا قلب أمريكا اللاتينية. كما تعرفوا أنه ما يعانوه إخواننا اليمنيين بالهجرة إلى دول أمريكا اللاتينية كان بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدنا، إضافة إلى الأنظمة والقوانين التي قامت بتطبيقها بعض الدول المجاورة والصين وتركيا وكثير من الدول، وأثر هذا على كثير من أفراد جالياتنا اليمنية في هذه الدول. للأسف الشديد طبعا كل من وصل إلى أمريكا اللاتينية بالدرجة الرئيسية إلى الإكوادور مروا بمراحل صعبة وظروف، وهم يبحثوا عن الاستقرار الآمن بعد أن فقدوا العيش الآمن في بلدهم بسبب قيام الميليشيات الإنقلابية بالإنقلاب على الشرعية وممارسات أساليب التعسفية ضد كثير من أبناء شعبنا اليمني. نحن في هذه الفترة طبعا خلال العامين أعتقد وصل عدد كبير جدا يصلوا إلى حوالي 300 إلى 400 شخص إلى الإكوادور، وهم اعتبروا أن هذه المنطقة هذه الدولة هي منطقة مرور إلى كثير من إلى الدول المجاورة وخصوصا إلى المكسيك، ومن ثم محاولة المرور إلى أو الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى كندا، هكذا هم يفكروا كل من يصل إلى الإكوادور. لكن للأسف الشديد هم مروا في مراحل صعبة ولا يعرفوا هذه المناطق إلا عبر التهريب وعبر معاناة طويلة جدا مروا فيها بصعوبات كبيرة واجهوها خلال تنقلهم من الإكوادور إلى بنما إلى كولومبيا إلى البيرو حتى وصلوا للمكسيك. وللأسف الشديد أنه كثير من شعبنا أو كثير من أبنائنا وأخواننا اليمنيين يعني وصلوا إلى المكسيك وإلى نيكاراجوا وإلى تشيلي وأعداد بسيطة يعني موجودين في هذه الدول. هذه المعاناة طبعا مروا بها نحن بظروفنا ووضعنا المتواضع في السفارة، وبناء على توقيات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية نعمل هنا وفقا لتوجيهات الصادرة لهم أن نكون في خدمة المواطن اليمني أينما كان. رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، إلا أننا حاولنا أن نذلل بعض الصعاب لأخواننا اليمنيين الذين تواصلوا معنا وحلينا بعض مشاكلهم. نعم، يعني أود أن أسألك يعني لما يضطر اليمنيون إلى التهريب والمرور بمجازفات عديدة، وهناك دول تسمح لهم بالذهاب واللجوء مثلا كالإكوادور، يعني لما يضطر أن يخسر مالا أكثر وربما يمر بمخاطر أسوأ؟ والله تعرفي أعتقد أن كل من يحاول يوصل إلى الإكوادور البعض منهم لديهم أقارب وأهل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يبحثوا يقول لك إحنا نوصل ممكن نوصل إلى الإكوادور، ومن الإكوادور ممكن ندخل للمكسيك، ومن المكسيك عبر 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 طرق التهريب ويخسروا أموال ولكنهم يواجهوا صعوبة كبيرة. طبعا أنا تواصلت مع السلطات الإكوادورية ممثلة بسفيرة جمهورية الإكوادور وأوضحت لي أن الإكوادور مفتوحة لكل بلدان العالم بالاستقرار والعيش بسلام آمن. كل من وصل للإكوادور يتمتع بالإقامة ويمنح علاج مجاني وتعليم مجاني، لكن ظروف العمل ظروف صعبة وتعرفية كثير من اليمني اللي صاروا هناك إما كانوا مغتربين أحيانا في السعودية أو في الصين يعملوا في الصين أو شيء من هذا، يبحثون عن أموال أكثر. أعتقد هي المال بعضهم يبحثون عن المال وليس الأمان والاستقرار.
نعم، يعني إذا سعادة السفير، يعني في ظل أن الإكوادور بلد مفتوح كما تحدثت وأنها تقبل الجميع، وكما تحدث معنا أيضا المهاجر في الإكوادور ناصر البدي، لا توجد مشكلة تماما في دولة الإكوادور، المشاكل تأتي لمنين في نقاط الترانزيت أو نقاط العبور لهؤلاء اليمنيين، يعني أين دور الخارجية في هذه المسألة من تسهيلات عبر هذه الدول؟ يعني طالما أنت دولة ترانزيت، لما تمانعي من مرور اليمني إلى دولة هي تسمح له بالذهاب دون تأشيرة؟ دور وزارة الخارجية متمثل بسفارة الجمهورية اليمنية في كوبا، بذلنا كل الجهود قدر ما نستطيع أن نتواصل مع السلطات الإكوادورية، أو كان السلطات الإكوادورية أو الكولومبية أو البنمية عبر سفراء المتواجدين والمقيمين في كوبا، وقدموا كثير من التسهيلات للأفراد اللي واجهوا صعوبات في هذه الدول، أكان في بنما أو كان في كولومبيا أو كان في الإكوادور. دور الخارجية دور توجيهي، ممثل يصدر توجيهات إلى وزارة إلى 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 سفارتنا في كوبا، وحصلت أيضا أن في كانت مشكلة مواطنة يمنية عالقة في تركيا، وزير الخارجية شخصيا والتقى بوزير خارجية الإكوادور شخصيا في مؤخرا في مؤتمر قمة عدم الانحياز، وتحدث في هذه المسألة، وأعتقد أنها وصلت بسلام آمن إلى الالتحاق بزوجها وأولادها. نعم، يعني هل لديكم سجلت لديكم ضحايا للاجئين يمنيين أثناء رحلاتهم وتنقلاتهم؟ ما سمعت كيف؟ هل سجلت لديكم حالات يعني لضحايا يمنيين أثناء تنقلهم عبر البحر أو الغابات أو يعني تهريبهم؟ والله وصلوا في يمنيين وصلوا إلى الإكوادور وحاولوا عن طريق التهريب من بيرو إلى كولومبيا إلى أن وصلوا إلى بنما، واحتجزتهم السلطات البنمية لمدة شهرين إلى 3 أشهر حسب ما علمت أنا مؤخرا من قبلهم، وهم بعد تمكنوا من التواصل معي وأبلغونا أنهم محجوزين في الحدود البنمية من قبل السلطات البنمية. عندها مباشرة في نفس اليوم طلبت لقاء عاجل مع سفير جمهورية بنما وأبلغته في الموضوع وتواصل مباشرة مع وزارة الخارجية، وبعد ساعتين من هذا اللقاء العالقين في بنما يتصلوا بي أن الصليب الأحمر والسلطات البنمية وصلت لهم وبدأت اتخاذ الإجراءات في إما في دخولهم لشيء يطلب اللجوء الإنساني أو بطلب العودة إلى الإكوادور. نعم، إذا شكرا جزيلا لك السفير محمد ناشر سفير اليمن في كوبا، كنت معنا عبر الهاتف من هافانا. وأعود إليك أستاذ رضوان الحميدي المهاجر أو لاجئ في الإكوادور، مرحبا بك، أتمنى أن يكون الصوت الآن جيدا. نعم أنا رضوان العديمي، طبعا العبيدي. العديمي العديمي، عفوا منك، رضوان العديمي. نعم طبعا بدأت معاناتي أنا مرورا بثمان دول إلى أن وصلت إلى الإكوادور. ثمان دول من عدن، ثمان دول. نعم. من عدن إلى الخرطوم إلى السودان، وفي السودان ظلينا 3 أشهر بسبب قاطع طريق نصب على زملائي بالتذاكر. نعم. $5,500 فظلينا 3 أشهر نتابع ونبحث ونشارع ونعمل كل شيء. فاضطرينا الى انه كل واحد يمشي، يعني يمشي الاول بعدين انا اتحرك، الى ان ظل يعني كنا نظن ان الموضوع سينحل سريعا بالقضاء السوداني. فوجدنا انه طال الزمن وطال الوقت علينا، فتحرك زميلي وبعدها انا تحركت بعده في 3 أشهر. ومرورا من الخرطوم ترانزيت جدة، بعدين ترانزيت بيروت، وبعد ترانزيت من بيروت إلى روسيا، ومن روسيا إلى كوبا، ومن كوبا إلى بنما، ومن بنما إلى الإكوادور. طبعا هذا قبل 8 أشهر تقريبا. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلت بعد معاناة وطول سفر طويل جدا تفت العالم حتى أقدر أصل إلى هنا، وأتحين الفرص
فرص الترانزيتات في المطارات. حتى الآن في كل مطار وقانون الطيران الدولي مقدار معين من الساعات لكل جنسية ولكل مسافر. نعم، كيف كان وضعك في هذه الدول التي مررت بها؟ والله كنت أتفاهم معهم بالإنجليزي وكان يعني تعاملهم تمام، يعني عندما أسأل أين البوابة الفلانية أعلم لهم بالتذاكر والتيكت، يعلموني بهذه الأشياء. حتى في مطار بنما يعني كإجراءات أمنية أخذوني إلى غرفة حققوا معي تحقيق روتيني طبيعي مع الكل زي الكل تماما. كانت ترانزيت ساعة ونص فقط. نعم. لدرجة إنه كان في أناس آخرون دول أخرى من شرق آسيا ودول كانت أشكالهم غريبة. فالحاصل إنه عندما كلمته أنا يعني وقت التفتيش وكذا وكل حاجة إنه أنا متجه إلى الإكوادور لغرض السياحة ومتحرك إلى هناك والبلد مفتوحة تماما لليمنيين للجواز اليمني. فبفضل الله يعني قد كان يعني تعكر مزاج الموظف أو الضابط في الميجريشن، فبفضل الله يعني كان في معي القرآن الختمة والسجادة يعني. فكانت هي اللي أنا أرى أنها حسنت الموقف ما بيني أنا والموظف الأمني. فسألني قال لي هذا قرآن؟ فأجبته نعم. فنظر كذا شوية إلى القرآن وقال لي كوكلي كوكلي نو تايم نو تايم. فأتحرك بإذن الله إلى طيارة الإكوادور ووصلت بفضل الله إلى الإكوادور وتوفقت يعني بالعمل هنا. طلبت اللجوء أول ما وصلت يا رضوان؟ هل طلبت اللجوء؟ نعم 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 نعم. أنا هذا الشيء الذي حصل لي تماما. أحد الزملاء اليمنيين قالوا إذا أنت تريد تشتغل سجل على طول لجوء حتى يعطوك بطاقة اللجوء. فقدمت للجوء في أقرب وقت يعني كان، والحمد لله رب العالمين ظليت بحدود الشهرين يمكن بدون عمل وبدون أي شيء. فبدت أبحث عن عمل معي شهادة طبعا، فدول الإكوادور يعني تمنح الإقامة بالشهادة واللجوء وأشياء أخرى يعني الاستثمار أشياء أخرى. فالذي حصل معي أنا بالذات إنه قدمت على اللجوء وظليت فترة إلى أن انتهى وقت الثلاث الأشهر السياحية. فبعدها تقدمت مرة ثانية إلى الوزارة الخارجية إن أنا أريد العمل على أساس أنهم يعطوني بطاقة لجوء أو قبلوا اللجوء حقي، لأنه مكان العمل يطلب مني بطاقة لجوء الذي تسمح لي العمل في مع الإكوادوريين تماما. فجابوا لي موعد آخر بعد شهر وكنت أشتغل طبيعي يعني لا في أي مشكلة، لأنهم هم أصلا يعني في تجاوب من الموظفين أيضا بالوزارة الخارجية إنه أي واحد إنسان عملي ومنتج يسمحوا له ويتغاضوا عن أي شيء أو أي تجاوز، بما أن هذا الشخص عملي ويحب يشتغل ويشفي على نفسه ويصلح على نفسه هذا إنسان جيد. فالحمد لله رب العالمين أعطوني البطاقة بعدها بالشهر الخامس يمكن. نعم، إذن لو تحدثنا عن قصة أسرتك التي علقت في مطار إسطنبول، يعني لما توقفت لمدة أسبوع تقريبا؟ تمام. وبعدها الحمد لله قررت أنه أأتي بأهلي من اليمن، فقطعت لهم تذاكر من اليمن إلى مصر. فبدأت المعاناة عندما تأخرت الطائرة التركية من مطار القاهرة متجهة إلى إسطنبول. فعندما اتجهت إلى إسطنبول كانت متأخرة ساعة تماما، وصلوا إلى المطار وقد مشت الرحلة التي هي من إسطنبول إلى بنما، على الرغم أنه في مطار القاهرة أعطوهم ثماني بوردينج من مصر
الى اسطنبول ومن اسطنبول الى بنما تنتهي مسيره الخط التركيه تماما. نعم. حتى انا اصل الى حتى هم يصلوا الى بنما ترانزيت 6 ساعات والقانون الدولي الطيران 12 ساعه. فبدات المعاناه عندما تاخرت الطائره موظف التركيه قال لهم تعالوا واخذوا منهم الجوازات والبوردنج وكل شيء، فعلى اساس انه ما يحصل لهم اي اشياء من التجاوزات اللي يتجاوزوها بعض المهاجرين وبعض المسافرين انهم يصلون الى المطارات ويعملوا اشياء غير قانونيه. تقطع الجوازات حتى ياخذون اللجوء. فاخذوا منهم الجوازات دائما، قد صارت سياسه الطيران التركي انه ياخذ الجوازات مع البوردنج من اول نقطه ويسلمونهم في اخر نقطه اللي هي داخل الاكوادور. نعم. فالذي حصل انه موظف التركيه قال لهم بالرحله القادمه عندما وصلوا وقد راحت الطائره قال لهم في الرحله القادمه سوف تسافرون. عندما تغيرت الورديه اتى موظف اسمه مصطفى تركي، عندما راحت زوجتي الى الموظف هذا كي تاخذ البوردنج على الرحله القادمه قال لها لا انت يمنيه ممنوع لك الدخول الى الاكوادور تحتاج الى فيزا. فتواصلت معنا واثبتنا له انه الاكوادور لا تحتاج الى فيزا واعطيناه القوانين الدوليه وقانون وزاره الخارجيه الاكوادوريه. وبعدها تحجج في بنما تحتاج فيزا، فقلنا له بنما هي ترانزيت 6 ساعات والمسموح الدولي 12 ساعه، يعني احنا وضعنا قانوني. نعم. فبعدها بدا يتحجج ان التذاكر ما تذاكر وكذا. ولولا الله ثم الاخ الاستاذ عبد الله العامري اللي قطع لنا التذاكر جزاه الله الف خير، اثبت لنا وقال لنا تذاكركم قانونيه ووضعكم قانوني وما بش عليكم اي خطا او اي شيء يجعلهم لا يسفرونكم على التركية، لانهم طلبوا من زوجتي انها تعود الى القاهره. وكان في ايضا اسره جنبها خليل الصدري 6 اشخاص يمنيين هو واسرته رجعوا الى مصر. فبالاي نعم في الاخير هي سافرت، تم سفرها صحيح؟ نعم يعني يبدو ان هناك عادة المشكلة في الصوت، يعني الحمد لله هي وصلت بسلامة الله، وهذه احدى قصص معاناة اليمنيين في قصة التغريبة اليمنية الحديثة. شكرا جزيلا لك رضوان الحميدي لاجئ في الاكوادور، كنت معنا رضوان العديني لاجئ في الاكوادور كنت معنا عبر سكايب من الاكوادور. واعود اليك استاذ ناصر، يعني لو حدثنا عن يعني ما هي طرق اللجوء والدخول لبلد مثل الإكوادور؟ الحقيقة الإكوادور توفر مجموعة من الفرص لليمنيين للدخول إليها والإقامة فيها. من أبرز الطرق المتاحة هي طبعا طريقة اللجوء، اليمنيين هي أسهل طريقة لهم الآن هي عملية اللجوء. لديهم ايضا الاقامه بالمؤهل، من لديه شهاده بكالوريوس او ماجستير يستطيع ان يقوم بالتقديم الى وزاره التعليم العالي في الاكوادور، وبعد اعتماد شهادته يقدم على طول الى وزاره التعليم ويحصل على نوع من الفيزا تسمى فيزا بروفيشنال. هذه الاقامه تؤهل المقيم لمده سنتين ومن ثم يحصل على الاقامه الدائمه. هناك ايضا الطريقه الاخرى والمتمثله في انشاء مشروع تجاري يكون راس ماله 30,000 دولار. كان عمل يعني براس مال 30,000 دولار يستطيع التقديم الى وزاره الخارجيه والحصول على فيزا مستثمر ايضا. نعم. الطريقه الثالثه هي طريقه الشراء عقار. اذا ما استطاع الشخص توفير قيمه شقه
او ارض زراعيه يعادل 3000 دولار، هذه ايضا تقهره للاقامه الدائمه هنا في الاكوادور. نعم ايضا مساله الزواج، اي مواطن يرتبط بمواطنه اكوادوريه او اي مواطن اكوادوري يرتبط بمواطنة يعني حيث هذا يفتح الحصول على الاقامه الدائمه. نعم إذا تقريبا أستاذ هذه ناصر، ابرز يعني الطرق التي هذه الظروف لشخص التي تحدثت عنها هي المتواجدة في الإكوادور، ونود أن نعرف يعني ما إذا كانت مثل هذه الظروف متوفرة في بعض البلدان مثل المكسيك وبعض بلدان أمريكا اللاتينية. ينضم معنا في هذه النقطة الناشط القانوني صادق السلمي المتخصص في شؤون الهجرة. مساء الخير أستاذ صادق، عبر سكايب أيضا. مساء الخير أستاذ صادق. أستاذ صادق هل تسمعني؟ نعم إذا وأنا أسمعك الآن. أستاذ صادق، يعني لو تحدثنا عن فكرة اللجوء، هل تعد المكسيك إحدى بلدان اللجوء؟ معروف أنا هنا طبعا المعلومات أنا أخذتها الموجود الآن. هناك فقط ثاني للشخص المتواجد هناك لها أبعاده هناك مشكلة في الصوت، اسمح لي أستاذ صادق، يعني يبدو أن هناك مشكلة لن يتم معالجتها أو التواصل بك عبر الهاتف على الأقل. أعود إليك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، يعني تحدثت أنت عن العديد من النقاط التي تمكن اليمني من الحصول على اللجوء في الإكوادور، وأيضا الإقامة بشكل رسمي يعني دون أن يكون لاجئا. كم عدد الجالية اليمنية في الإكوادور تقريبا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة؟ الجالية اليمنية منذ وصولي في نهاية عام 2016 تعتبر الآن الجالية الأولى من حيث الحجم في دولة الإكوادور. لا يمر شهر واحد إلا وتأتي في المتوسط ما بين عائلتين إلى 3 عائلات. أما بالنسبة للمهاجرين الشباب فيصل المتوسط ما بين 20 إلى 30 شخص. طبعا التعقيدات الأخيرة هذه اللي حاصلة هي قلت من عدد الهجرة باليمنيين، لكن سابقا كان في اقبال كبير، وانا اتوقع بان عدد المهاجرين اليمنيين الموجودين داخل دوله الاكوادور ما بين 5 الى 6 شخص. العائلات ما يربو على ال 20 او 30 عائله الذي اتوا بشكل عائلات ومقيمين هنا في الاكوادور. نعم، ما هي المشاكل التي تتعرضون لها يعني هناك هذا العدد؟ لا اظن ان لدينا سفاره في الاكوادور، كيف يعني تقيمون امور حياتكم، يعني توثيق بعض الاوراق ما الى ذلك؟ يعني بطبيعه الحال يحتاج المرء الى سفاره تربطه بدولته، كيف يعني يتم الامر بالنسبه اليكم؟ والله عزيزتي بالنسبه للمشاكل والصعوبات التي بيواجهها المهاجر اليمني، اولا مشكله اللغه. طبعا اللغه الرسميه هنا في الاكوادور هي اللغه الاسبانيه. في العاده من يكون في العاده يتقنون اللغه الانجليزيه تقريبا، وهذا بيمثل كبير امام المهاجرين. اثنين، البلد من الناحيه الاقتصاديه تعتبر المعيشه فيها نوعا ما مرتفعه. ايضا فرص عمل بالنسبه للاشخاص الذين يتوفر لديهم راس مال لفتح مشاريع معينه ايضا بتكون ضئيله في ظل عدم اتقانهم للغه الاسبانيه. بالنسبه لتوثيق الاوراق، العاده من ياتي هنا هو يبحث في وسائل التواصل الاجتماعي ويكون لديه فكره متكامله حول الاوراق التي يكون بحاجه اليها هنا في الاكوادور، يقومون بتوثيق في الدول التي ياتون منها عبر مصر، او من ياتون الى يعني يتم توثيق اما في سفاره في كوبا. تعتبر الدولة الوحيدة اللي من فيها سفارة، و يعني في العادة الذي يأتي الإكوادور يأتي وهو جاهز بالنسبة للأوراق، لكن رغب في بعض عالية الإرسال بيضطر إنه يرسلها بالدي اتش ال وكذا وبتتحمل كبيرة وكذا، أظن تكاليف الأوراق مرتفعة جدا. يعني سفارتنا في مصر العربية
تاخذ على الوثيقه الواحده تقريبا في حدود 20 الى 25 الف. ومن لديه عائله ويرغب في توثيق شهاده الميلاد ويرغب في توثيق اي شهادات خاصه به او اي مستندات، هذه بتكلفه مبالغ كبيره جدا، بالاضافه الى التكاليف اللي بيدفعها من مقابل رسوم الترجمه وكذلك رسوم سفاره اكوادور وزاره الخارجيه المصريه. هذه كلها تمثل من اهم العقبات التي يواجهها المواطن هنا في دوله الاكوادور. نعم، إذا سأعود إلى الأستاذ ناصر بعد أن أعود للأستاذ صادق، أتمنى أن يكون عاد إلينا بصوت جيد. أستاذ صادق، يعني كنا نتحدث عن المكسيك، هل تعد بلد لجوء؟ والله أنا زي ما سبق وقلت لك إنه المكسيك ما تعد بلد لجوء دائم، المعروف هو إنه الذي راح يلجأ في المكسيك هو فقط لجوء مؤقت لمدة 6 أشهر، أعتقد إنه هذه قانون أجا مؤخرا رحمة بالناس الذي الوافدين الذي مثلا قاعدين هناك، بعد كده هم يتصرفوا بعدها. ما عنديش أنا بصراحة معلومات كافية إن أنا أديك بالنسبة للمكسيك. نعم. بالنسبة لأمريكا أيوة. نعم، إذا يعني هو تعتبر تقريبا المكسيك نقطة عبور لأمريكا، أليس كذلك؟ إذا يعني هو تعتبر يس أيوة، هي تعتبر نقطة عبور. المكسيك هي أساسا كل التجمعات من أي منطقة في أمريكا اللاتينية تصب في المكسيك، وهو يعتبر يعني نقطة عبور للولايات المتحدة. نعم، إذا ماذا عن أمريكا؟ كيف مسألة اللجوء؟ يعني نعلم مدى الصعوبات التي تواجه اليمنيين في الدخول إلى أمريكا بشكل قانوني، ولكن هناك من يحاول الدخول إليها بطرق مختلفة، يعني ما هي الصعوبات التي تواجههم؟ طرق مختلفة، يعني ما هي الصعوبات التي تواجههم؟ بالنسبة للجوء في أمريكا، سواء كان لجوء سياسي أو لجوء إنساني كما يسمى، اللجوء في أمريكا صعب، صعب جدا. نعم. سواء كان من الخارج أو العبور بطريقة غير مشروعة، حتى لو أنت هنا في البلد. فأنا سبق أولا أحب أشكركم على أنكم تناولتم الموضوع هذا، لأنه موضوع بصراحة مهم جدا، أن الموجودين الآن في المكسيك وغير المكسيك، وفي ناس عالقين في الداخل في سجون الولايات المتحدة، يعتبروا ناس ما همش يعني الأضواء ما تسلط عليهم ولا حتى التواصل الاجتماعي. أنا كان سبق وطرحت هذا الموضوع على الأخ عوض بن مبارك اللي هو السفير اليمني في واشنطن، لما أجى على زيارة هنا في نيويورك، واستعد إنه يتعاون معنا إذا جئنا في أي شيء. اللجوء بصراحة في أمريكا صعب جدا، وأنا يعني أحدد إنه الإخوة الموجودين في المكسيك ما يحاولوا يعبروا الحدود بطرق غير مشروعة، لأنها محفوفة بالمخاطر. أنا سبق ونزلت فيديوهات على التواصل الاجتماعي. ما هي أبرز هذه المخاطر؟ والله يا شوفي، المخاطر اولا انه الناس الموجودين في المكسيك، في ناس هناك يدوا لهم معلومات خاطئه، يهربوهم، يوعدوهم بانهم راح ينزلوهم على مدن امنه في امريكا، يمرروهم على في يعني في على الحدود. الموضوع هذا مش حقيقه، ياخذوا فلوس منهم. انا عندي يعني ناس موجودين يعني الاسابيع الذي فاتت عملوا نفس هذا الخبر. بعد كده ياخذ منهم فلوس من 2500 الى 5000 دولار، الحقيقه ما يوصلوهم الى الا اذا يعني نص المكان في الحدود، يطرحوهم هناك في الخلاء ويقولوا لهم انتم ادوا لهم معلومات كيف يعبروا. بيتعبوا، لا يقدروا يسبحوا على النهر ولا يقدروا يمشوا في الليل، ما هم عارفين الاتجاهات، فيضطروا عندما يتعبوا يضطروا يسلموا انفسهم لاطرف مركز، يتصلوا في البوليس يجي اذا قدوهم قريب من امريكا يسلموهم في الداخل. طبعا هناك في كم اقدر اشرح لك بالنسبه لوضعهم لو ينزلوا وتاخذهم يعني السلطات الامريكيه وهم عابرين بطريقه غير مشروعه. اولا اللجوء هذا يعني من المستحيل يحصلوا عليه هناك الا في حالات يعني نادره جدا.
فمن شان كذا نحن نكرر عمل يعني الاسلوب انه ما يعبروا الا وهم عارفين اذا هم عندهم قضايا مجهزه يجهزوا مع الاقل حقهم اوراق اللجوء السياسي اذا كان يعني في عندهم خوف مؤكد من بلدهم. نعم. وانا اتكلم على اليمنيين يعني. نعم، هل يعني ايضا هناك من يصل او يريد الوصول الى امريكا لكي تكون نقطه عبور الى كندا، هل يحدث ذلك وما مدى نجاح هذا الامر بالنسبه لليمنيين؟ شوفي، نقطة العبور إلى كندا عن طريق المكسيك هذا شبه مستحيل. أمريكا عندما تمسك فرد في الحدود غير أي دولة أخرى في أمريكا اللاتينية أو في أي مكان. أمريكا عندما تمسك شخص في الحدود هي ما لو يحاول يقول لها أنا رايح أعبر عن من هنا وأروح على كندا أو أي دولة ثانية ما يشتوا يسمعوا الخبر هذا، هم يعني يأخذوك من هناك وخلاص انت تعتبري مستهدفه او هو او البلد يعني هم اللي جايها يعني يعتبروا ان هذا الشخص مستهدفه فياخذوا له القوه يحولوا على القاضي وبعدين ياخذوا اجراءاتهم. كونه انه يقول انا رايح على كندا وكذا هذه ما تمشيش في الحدود المكسيكيه على الاطلاق، في اي حدود على الولايات المتحده. نعم. يعني إذا في حال يعني أستاذ صادق يعني تعرض المواطن إلى تعسف في المطار دون موانع قانونية، خاصة يعني أنا أحدثك كقانوني، ما يحدث لليمنيين في بلدان في بعض المطارات التي تشكل نقاط عبور إلى الإكوادور مثلا التي لا تتطلب فيزا أو تأشيرة من اليمني، ما هو الإجراء القانوني الذي يستطيع اليمني أن يتحدث به أو يتخذه؟ انت تحكي على مطارات امريكا والا المطارات زي الاكوادور وغيره؟ لا يعني انا اتحدث بشكل عام عن المطارات التي لا تتيح وهي فقط نقطه عبور او ترانزيت لبلدان اخرى. تحدث معنا احد الضيوف ويتحدث عن مطار مثل اتاتورك في القاهره، الخرطوم، هذه البلدان التي يعني تخلق نقاط او يعني تعقيدات غير وارده. الحقيقة أنا ما أحب إنه أنا أفتيك في أشياء أنا ما يعني ملم فيها بالنسبة لمطارات العالم وكيف يعاملوا اليمنيين بشكل عام أو خاص. المعروف إنه أمريكا عندها نقاط معينة وعندها ضباط موجودين في كل مطارات العالم. اللجوء طبعا إلى أمريكا ما يمكن أنك تقدمي في أي سفارات خارج الولايات المتحدة. صحيح. اللجوء فقط إذا كنت في البلد أو إذا أنت مثلا طرحت نفسك في الحدود وسلمت نفسك إلى ضباط يعني ضباط الهجرة في الحدود وهم يحطوا في داخل، هذا نوع من اللجوء. غيره ما يعني سفرهم والا اذا هم يتجهوا على امريكا، طبعا ما مش قادرين يطلعوا من اي مطار ويتجهوا علينا، انما على دول اخرى. الحقيقه انا ما اقدر افتيك، انا متأثر على هذا. اذا شكرا جزيلا لك القانوني صادق السلمي المتخصص في شؤون الهجره، ايضا شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من امريكا. عوده اخيره لك استاذ ناصر. استاذ ناصر، الاكوادور تعد يعني الكثير من اليمنيين نقطه عبور او محطه عبور ايضا، يعني ليست نقطه استقرار، لما برايك وما هي البلدان التي يتوجه منها من الاكوادور اليها اليمنيون؟ في الحقيقه كان فيه هجره سابقا، يعني كان فيه محاوله للهجره، ونحن دائما لا نحاول التشجيع لهذا الموضوع. كان في حالتين من الهجره الذي انا اعرفهم شخصيا ومطلع على حالتهم، هذا لو وصلوا الى الولايات المتحده الامريكيه ومع الاسف هم الان يقبعون في السجون. فيه واحد منهم كان قاصر تحت السن القانوني تم عمل حمله مناصره له وتم اخراجه من السجن، وفي شخص اخر لا يزال في سجون الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هذا الموضوع انتشر بكثره على وسائل التواصل الاجتماعي مما حفز كثير من الشباب اليمنيين القادمين من دول الخليج ومن ماليزيا ومن اليمن ايضا لسلوك نفس المسلك، ولكن مع الاسف كان هناك كثير من الشباب الذي تم تخفيفهم في بنما اكثر من 30 شاب وظلوا لاكثر من 90 يوم يقبعون في السجون البنميه. الا انه كان في الاونه الاخيره كما تفضل الاخ السفير محمد ناشر كان منذ التواصل معه ايضا بدوره المنوط به وتم الافراج عنهم واعادتهم الى الاكوادور. منهم من تم قبول لجوءه هناك في بنما، ومنهم من عادوا الى الاكوادور، ومنهم ايضا من جاءوا الى الاكوادور ومن ثم عادوا الى اليمن والى دول الخليج والى مصر. نعم،
نعم، إذن شكرا جزيلا لك ناصر البداي المهاجر في الإكوادور، كنت معنا في هذه الحلقة لتوضيح كثير من النقاط واللبس الذي تصيب اليمنيين في مسألة الهجرة واللجوء أيضا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من كيتو الإكوادور، والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.